بعد بكره مع التيسير أبا فارق الديره بعطول غيابك أبا هجر وطنكم ما لقيت بوطنكم خير يا غير العذاب اللي حصل لي من أسبابك مسافر مسافر بعد بكرة مع التيسير أبا فارق الديرة بعطول غيابك عذاب عرفته منك جراح به جرحني صدودك والجفا والله أولابك وانا بانتظارك وقت يا جزرة تجزير أعد الثواني والدقايق على حسابك مسافر مسافر بعد بكرة صارت في حبك ولا تحس بالتقصير وهذا دليل ان انت مهتم بأحبابك أبقصر قدم رجلي على صوبكم ليسير حرام على رجلي وقوف على بابك مسافر مسافر بعد بكرة مع التيسير أبا فارق الديرة بعطول غيابك أبا قصر قدم رجلي على صوبكم ليسير حرام على رجلي وقوف على بابك مسافر مسافر بعد بكرة